حبيبي يا رسول الله أقبل، وضع يمناك بين المسلمين، وذكر يا حبيبي من جديد، لأننا قد نسينا ما ذكرت، وغرتنا أمان دنيوية، ورحنا نستبق نحو السراب، نسينا أن مثوانا التراب، وأن الباقيات الصالحات خير، وأن الباقيات الصالحات خير. لن يدرج سيف أبيك بدمك. كنت أعلم أن أبي يملك من العفو المزيد. قلت لك لا عفو على حساب المسلمين. إذن على ما استقر عزمك أيها الأمير؟ يحمل إلى الخليفة في دمشق حتى يقتص منهم على ما فعلوه أولا وفعلوه الآن. أبي فليقيدوا أيها السجان، وليرسلوا من فورهم إلى دمشق. هيا. سمعا وطاعة أيها الأمير. هكذا يا خالد نقتل جميعا بلا ذنب؟ بلا ذنب يا رباب، إلا إذا كان هواك لفلوراندا ذنبنا جميعا. بل ذنبي وحدي، وعليك بذنبك وحدك أيضا. ليس وحدك تماما، بل أنت وقيس. نعم أنا أعني ما أقول. أليس هذا ما سعيت إليه منذ سنوات؟ أن يحمل رجل حياته على كفه معلقة بدؤابة سيفه. هذا ما حدث. إذا كنت مذنبا فلم أتعلم كيف أذنب إلا منك. بل كلنا مذنبون، وعلينا أن نموت ونموت راضين، لأننا اخترنا الموت. بل لم نتعلم إلا كيف نموت. فلتختر من جندك الأشداء من يصحبهم إلى دمشق. سمعا وطاعة يا أمير المسلمين. ولترسل في طلب هذا اليوليان اللعين ليمثل أمام الساعة هو وابنته. هيا. ألا تؤجل رحيلهم بعض الوقت يا أبي؟
إلى متى يا عبد العزيز؟ إلى أن تعرف حقيقة ما حدث من يوليانا وابنته. وهل نحتاج لمعرفة حقيقة ما حدث بعد قراءة رسالتها؟ أجب. قد يكون خالد ضحية هذه الفتاة، وقد تكون رباب بريئة مما حدث. ها؟ بل قد تكون لا علم لها بما حدث يا أبي، بل أنا واثق أن ما حدث قد تم دون علمها. ما الذي يدفعك إلى هذه الثقة؟ فرارها إلى الحصن دون علمنا؟ أولى بك أن تغار على دينك لا أن تدفع أباك إلى التفريط في حدوده، وأولى بك أن تنصرف الآن. انصرف. أعتذر لجرأتي ودخول مجلسكم يا سيدي. تعتذرين عن ذلك فقط؟ لا أرى لي ذنبا غير هذا، لا أرجوك المعذرة عنه. لا ذنب لك إلا دخولك مجلسي دون إذني؟ ولا ذنب لخالد أيضا. إن كان ولابد أن يكون هناك ذنب فهو ذنبي. أتيت لتقولي إنه ذنبك؟ إذا اعتبرته ذنبا يا سيدي. لماذا تجرأت ودخلت إلى مجلسي خلسة؟ أجيبي. لأنه يجب أن أكلمك خلسة يا سيدي. خلسة؟ وكأنك أتيت لتعترفي. أجل، لتعترفي بما حدث. هو ذاك يا سيدي. ماذا يمنعك؟ هيا اعترفي. لم يعد هناك ما يمنعني. قولي إذن، لماذا أرسلت خالدا بهذه الرسالة إلى إمبراطوركم؟ كنت آمل أن يحل رجل واحد محل جيش بأسره فيوفر عليكم وعلى أبي العناء. أي عناء أردت أن توفريه علينا؟ عناء دخول الأندلس. من قال لك إننا نريد أن نجنب جيشنا العناء؟ بل من قال لك إننا سنعاني أصلا؟ كنت أعرف ذلك يا سيدي، كنت أعرف أنه لا أحد يعاني بدل من أحد. غاية ما يحدث أن يتقابل جيش بجيش، وسواء أكان نصرا أم هزيمة فالمسألة لا صلة لها بي بمعاناتي أنا. أنا أؤمن أن دم جيش بأسره لا يستطيع أن يعوض دم إنسان واحد، فالحرب لا تعوض بل تسكب دماء أخرى. أنا لم أعاني من أمة لأرسل لها أمة، بل عانيت من رجل واحد قضى علي، فلا يشفي غلتي منه إلا رجل واحد. كان ذلك الرجل هو خالد الذي أرسلته ليشفي غلتك. نعم أرسلته، ولا يرجيني أن ينتقم منه إلا خالد، وخالد فقط. هل تعرف يا سيدي لما خالد فقط؟ لأنه أمل وما زال يأمل أن أكون له، ولا يدرك أن هذا الإمبراطور لم يدعني له، فحق له هو فقط أن ينتقم لي ولنفسه. هل أفهم مما سمعت؟ سيدي فلتفهم شيئا واحدا، إذا كنا قد خدعناك فنحن لم نخدعك إلا في أمر واحد، هو سبب حضورنا إلى هنا ودعوتك لإسقاط الإمبراطور. أخبرناك أننا نساعدك على عبور الأندلس حماية لمدينتنا سبتة، والأمر غير ذلك يا سيدي، فأنت تعرف أن سبتة قد امتنعت عليكم. لم ندعوك لعبور الأندلس وإسقاط الإمبراطور إلا انتقاما منه لفعلته. أردنا أن نسقطه لأنه أسقطنا يا سيدي. ولكنك كتبت له تدعينه للقائك مسرعا لينفرد به خالد ويقتله. نعم
كان سيسرع لمقابلتي منفردا. أنا أعرف كيف يأتي مسرعا دون دعوة، فكيف إذا دعوته؟ هل ترى أنه ما زال هناك غدر لكم يا سيدي، أم أن الغدر كله كان من نصيبي؟ لا تعترف فتاة بمثل ما اعترفت حرصا على حياتها أو حياة أبيها، فلعلك مدرك يا سيدي أن الموت أهون عندي من الحياة. هل اعترفتي لتنقذي خالدا ورباب وقيس؟ لا، لا تعلم رباب عن محنتي شيئا، ولا قيس أيضا، بل أن خالدا لا يعلم لما ذهب ليقتل الإمبراطور، ولا يجب أن يكون جهله هذا سببا في قتله هو وأخته. الحاكم يوليان يا أمير المسلمين. دعه يدخل. أنت هنا يا فلوراندا؟ أيدهشك رؤيتها هنا أيها الحاكم؟ يدهشني اجتماعها بأبيها أمامكم. ربما زن دهشتك لو سألناك سؤالا واحدا. سؤال؟ نحن إذن في محل اتهام، بل في محل مساءلة. أي سؤال تقصد أيها الأمير؟ سيدي أتوسل إليك، فليسأل أبي في حضراتكم فقط. إذن فإن هناك من الأسرار ما يقتضي انفرادي بالأمير. ليست أسرارا يا أبي، بل سرا واحدا. أي سر يا فلوراندا؟ وهل أتى بنا إلى هنا إلا سر واحد؟ أي سر أتى بكم إلى هنا أيها الحاكم؟ هل قلت له يا فلوراندا؟ كان يجب أن أقول. أكان يجب أن تمرغي وجه أبيك في التراب؟ بل كان يجب أن أفتدي من عمل على الثأر لي، وأفتديك أيضا يا أبي. لم تجب على سؤالنا أيها الحاكم. ماذا تريدني أن أقول يا سيدي بعدما قالت؟ أقول إنا جئنا هنا نبحث عن شرفنا في القيروان، شرفنا الذي فقدناه هناك في طليطلة. أقول إني جئت بهذه اليتيمة فلوراندا كي أبحث لها هنا عن أب، نعم، أب يرد عليها شرفها ويرد عليها شرف أبويها ويدفع عنها اليتم يا سيدي، نعم اليتم، فإني أحس أنها يتيمة منذ عدت بها من هناك من طليطلة. فلا عجب إذن يا سيدي أن نبحث هنا عن أب، أن نبحث هنا عن أبوة تحمينا ونحس بالفخر يا سيدي ونحن ندعي بنوتنا لها. أليس هذا كافيا يا سيد الأمير لمساعدتكم لنا؟ لم يكن كافيا لعبورنا، فيكفينا إزالة هذا الغادر من فوق أرض يدنسها مخالفا الجديد. أيها الحاكم، خذ ابنتك وانصرف، ولتستعد للعودة بها إلى سبتة، ولتجهز رجالك ومراكبك، فقد آن لكم أن تجدوا أبا تفخرون ببنوتكم له. انتظروا إلى أن يأمر الأمير بالرحيل. أمر برحيلنا لفورنا، فماذا تنتظر؟ سيدتي لا أستطيع أن أخرجكم إلا صمتا، ولينتبه الجنود. فليتحرك الجنود. هيا. قلت فليتحرك الجنود فقط أيها الحارس. الجنود فقط؟ كيف يا سيدي؟ فلتنصرفوا، انصرفوا، اذهبوا من حيث أتيتم. هيا هيا انصرفوا من حيث أتيتم. هيا
أيها الحارس. طوع أمرك يا سيدي. فك وثاقهم. سمعا وطاعة يا سيدي. لن نرحل إلى دمشق يا سيدي. لا أريد أن أسمع منكم إلا شيئا واحدا، كيف أرد عليكم ما فقدتموه بإهانتكم هكذا؟ كيف أعوضكم عما حدث؟ قولوا، قولي يا رباب، اطلبي ما ترينه عوضا عما حدث. الليلة يا سيدي. الليلة ماذا؟ الليلة يصلك مطلبي. ماذا تظن أنها طالبة يا أبي؟ يأتينا الليل باليقين لا بالظن يا عبد العزيز. ها هو الليل قد أتى من سويعات ولم يأتي بشيء. ما زال في الوقت متسع يا ولدي. ما ظنك أنت بطلبها؟ كل ما أخشاه أن تطلب الرحيل. ما زلت تخشى رحيلها يا عبد العزيز؟ أخشى أن نكون قد زدناها جراحا أخرى فوق جراحها يا أبي. يحس أبوك أنه آن لجراحها أن تلتئم. قطعت الشوط إلى نهايته يا ولدي، وما عليها الآن إلا أن تستريح. أمه، كيف حالها الآن يا أمي؟ بخير يا ولدي. بخير؟ من أين أتاها الخير يا أمه؟ على رسلك يا ولدي، لا داعي لكل هذا القلق. ألم تقل لك عما تنتوي فعله؟ لم تقل شيئا، لا زالت صامتة. أعددنا العشاء ولم تقربه يدي يا أبا عبد الرحمن. أنا لن أقرب طعاما حتى. حتى ماذا يا عبد العزيز؟ حتى يعتذر أبوك لها؟ عفوا يا أبي، عفوا، أنا لم أقصد. ماذا تقصد إذن يا ولدي؟ لا شيء يا أبي، فلتسمح لي بالانصراف. لا عليك يا أبا عبد الرحمن، أنت لا تجهل عبد العزيز، لا يكدرك ما قال. هيا هيا إلى طعامك. لن أقرب طعاما حتى أعرف مطلبها. لن تقرب الطعام؟ نعم، لن تمتد يدي إلى الطعام. أيعقل أن تمتد يد لتقتلها ثم تمتد بعد ذلك إلى طعام وكأن شيئا لم يكن؟ أتبكي يا أمير القيروان؟ إلى ما يدخر أمير القيروان دمعه؟ إلى ما؟ وقد أخطأ في حد من حدود الله. كان علي أن أذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قالها لي ولدك يا عبد العزيز. نعم، قالها لي ولم ألتفت إليه. قال: تثبت يا أبي. أجل، كان علي أن أتثبت وأن أعي أنه لم يولد المسلم الذي يخون دينه وأهل دينه. نعم، لم يولد بعد يا ابن نصير. لا أرى ترضية لها إلا أن تزفها إلى ولدك عبد العزيز. ليتها تقبل يا أم عبد الله، ليتها تقبل، فقد جهزت كتفي من سنوات
لحملهما وهما في ثياب عرسهما. ليتها تقبل لأعلم أن الله قد قبل مني وعفى. لا يعقل أن نظل صامتين طوال الليل يا رباب، ولا يعقل أيضا أن تشيحي بوجهك هكذا. ألم يرضيك كل ما قلت يا رباب؟ أجيبي، فقط أجيبي، أجيبي، لأنني لن أكف عن الكلام ولو صمت العمر كله. ماذا تريدني أن أقول يا خالد؟ لا تقولي إلا أنك قد صفحت عني يا رباب. بل أنا أولى منك بصفحك عني يا أخي. أصفح عنك؟ وما لجأت إلى الصمت الآن إلا لأنني لا أجد ما أقول لك. ظلمتك يا خالد. بل قسوت عليك يا رباب، قسوت عليك ونحن في السجن يا رباب. قسوت علي ببضع كلمات، ولكني قسوت عليك العمر كله يا أخي. رباب، لم أكن أقصد، فعلا لم أكن أقصد أنك علمتيني الموت. ليكن هذا ما حدث، سواء قصدته أو لم تقصد، فأنا لم أعلمك إلا كيف تموت يا أخي. نعم، هذه هي الحقيقة، أنا لنا أن نعيها وأن نعي أيضا أننا بحثنا عن الموت طويلا، حتى حسب أننا نتعشق فعشقناه. أين قيس؟ قيس؟ نعم، ثالث عشاق الموت، بل عاشقه الأول. لماذا تريدين قيس الآن؟ ليسترد روحه من فوق كفه ويرجعها إلى حيث كانت. ماذا تعنين يا رباب؟ خالد، أنا لنا أن نكفر عن ذنبنا معا. هل تنوين أن يقبض قيس ثمن ما باعني؟ قل له أن يذهب إلى الأمير الآن. الأمير؟ نعم، الأمير، الأمير ينتظر الرد الليلة، فليكن الليلة كما وعدت. لكنك تعرفين أن أنا لا أعرف إلا أن الأمير ينتظر ردي من ساعات، وقيس ينتظر نفس الرد من سنوات. هيا يا خالد، أم أنك لا تريد أن تتعلم شيئا آخر غير الموت؟ هيا. قيس، 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 أين أنت يا قيس؟ بل قل لي إلى أين يا خالد؟ إلى أين؟ راحل يا قيس؟ إلى أين؟ لا أعرف. لا تعرف إلى أين؟ ولما ترحل أصلا؟ لابد لي أن أرحل، أنا لي أن أبتعد. ولما تبتعد الآن؟ أخوفا على حياتك؟ لم أخف على حياتي عندما كانت ذا فائدة، فهل أخاف عليها الآن وقد أصبحت بلا نفع؟ لم يعد هناك ما أخاف عليه يا خالد. ولما ترحل إذن؟ لا أريد أن أحمل ربابة أكثر مما احتملت، لا أريد أن أكون مرهقا حتى لو كنت أطلب ما لي. هل مللت الانتظار يا قيس؟ بل مللت أن أكون مزعجا. بقي شيء واحد لم تزعج به رباب، لم تطلبها من الأمير؟
أريد أن أكون مزعجا إلى هذه الدرجة. حتى ولو طلبت هي ذلك؟ ماذا طلبت؟ أن تزعجها كما قلت لك. هيا هيا يا قيس، أم تراك ما زلت عازما على الرحيل؟ قيس، ما هذا؟ أولى بك أن تهرول لا أن تجلس هكذا. دعني أتأمل ما قلت. هل طلبت رباب أن أخطبها من الأمير؟ نعم. وما دخل الأمير فيما اتفقنا عليه؟ أنت تعرف منزلة الأمير بالنسبة لنا. أم تراك تريد أن تتزوج رباب دون علمه؟ لست خائفا بعلمه لهذا الزواج، وإنما خائفا برفضه هذا الزواج. يرفض؟ أترى أن الأمير يفضلني على ولده؟ عبد العزيز؟ نعم عبد العزيز، ما حسبت في النهاية أن الأمير يفضلني على ولده. عليك بخطبتها كما قالت. وبعد؟ ستسمع قوله. أنا لا يعنيني قول ولا أين يفضل، بل يعنيني قولها. ماذا ستفعل رباب عندما تعلم أن الأمير يرفض خطبتي لها؟ لن تستطيع أن تجيب على أسئلتك هذه وأنت جالس هكذا على سرجك في مدخل دار الإمارة. وكيف ستجيب إذن؟ فلتبدأ حتى تصل إلى النهاية. حسن يا خالد، فلأبدأ. فلتنتظراني هنا، إني أحس أنني راحل بكم الليلة. هيا يا خالد. هيا قيس. خالد، في الطريق للأمير برد رباب، أليس كذلك؟ هو كذلك يا عبد العزيز. ماذا طلبت من الأمير؟ قل يا خالد، لماذا تجيح بوجهك هكذا؟ ماذا طلبت من الأمير يا قيس؟ أريد أن أعرف ردها. ما لكم لا تردان؟ هل طلبت الرحيل؟ تكلم، قولا، ما سر صمتكم هذا؟ لم تطلب رباب الرحيل يا عبد العزيز. الحمد لله، ما خفت إلا من رحيلها. أي شيء بعدها لا يخيف. فلتطلب من الأمير ما تطلب، فقط لا ترحل. ما لكما تقفان هكذا؟ هيا تقدما وأبلغ الأمير بردها، فهو في شوق لسماعه. هيا. أبي، ماذا تريد يا عبد العزيز؟ أريد الإذن بدخول قيس وخالد لتسمع منهما. أرسلتهما رباب؟ فليدخلا. تعال يا قيس، تقدم يا خالد. السلام عليك يا أمير المسلمين. وعليكم السلام يا ولدي. أرجو أن يكون فيما أسمع مدعاة للسرور يا قيس. قولا، ما مطلبكما؟ الحقيقة يا أبي. هل جئتما بما لا يقال؟ الحقيقة يا أبي. ما بالكما؟ ما الحقيقة يا خالد؟ الحقيقة يا أبي أن قيس أتى إليك. أتيت إليك أيها الأمير لأبلغك أن رباب ترغب. ترغب في أي شيء؟ قل أي شيء إلا أنها ترغب في الرحيل. لا يا سيدي، لم تفكر في الرحيل بعد. فيما فكرت إذن؟ تطلب السماح لها بالمقابلة لتعرض بنفسها مطلبها. أخبره يا قيس. أنت تعرفين لما لم أخبره يا رباب.
وتعرفين أنني لن أستطيعها مع الأمير موسى. لا أستطيع أن آتي لك بأهل على هواك لتطلبني منهم يا قيس. وأنا لا أستطيع أن أطلب المستحيل يا رباب. قسوة أن أخرج قلب ولده من أحشائه وألقيه عند قدمي، وبعدها أطلب منه أن يبارك ما فعلت. أنت لم تري عبد العزيز الآن وهو... وبعد؟ لا شيء يا رباب، أنا لا أملك سوى خرجي وسرجي، وهما هناك عند مدخل دار الإمارة ينتظراني أن أحملهما وأذهب. رافضني الزواج مني؟ رباب، لم أحملك ما لا طاقة لك به، ولن أحملك، فلا تحمليني ما لا طاقة لي به. لا يجب أن نلهث إلى ما لا نهاية، فإنه الموت. اخترنا أن نعيش حياتنا عدوا، فحق علينا أن نلهث حتى الموت، ويجب أن نلهث فعلا حتى الموت. كنت مستعدا أن ألهث حتى الموت شريطة ألا أكون وحدي. أعرف، نلهث معا يا قيس. أنت إذا لا تعرفيني، ألهث وأنت فوق كتفي، ساعتها لن أحس بالتعب لأنك لا تشعرين به، ولكننا فشلنا. إذا كنا فشلنا مرة فلا يجب أن ينتهي كل شيء إلى الفشل. هل أطمع أن تنتظر؟ إلى متى يا رباب؟ انتظرت سنوات، فلتزد سنواتك ساعة. قيس، نسيت أن أقول لك شيئا واحدا، إنني لا أقامر بحياة أبي وأمي، ولا أقامر بحياتك، ولا بحياة أخي أيضا. خالد، أنا بجوار سرجي وخرجي، أقرب وأسرع على الرحيل. تعال يا رباب، تعال يا ابنتي. وكأن لي الحق بأن أناديك أبي. وهل لابنتي البصري أب إلا موسى بن نصير؟ هل تسمح لي بأن أطلب مطلبا ربما لم يعتده الآباء من أبنائهم؟ أي مطلب حتى وإن كنا لم نعتد؟ فأنا أرحب به يا رباب، إلا شيئا واحدا، أن تطلب الرحيل يا ابنتي. لا تتمسك بعدم رحيلي، فربما أجبرتني على الرحيل بعد سماع طلبي. أهو أقسى من رحيلك يا رباب؟ أرجو أن يدعني عبد العزيز لأسمعه لأبي. أرجوك يا عبد العزيز، رجاء الأخت لأخيها. هيا أسمعي أباك ما هو أقسى من رحيلك يا رباب. وعدتني يا أبي أن تأخذ رأيي لو أتى إليك من يخطبني، كان ذلك عند سبتة. نعم يا بنيتي، وما زلت عند وعدي. هناك من خطبني اليوم؟ من سنوات. وما زال ينتظر؟ نعم. وأتيت لتعلني لأبيك موافقتك على الزواج منه؟ نعم. وهل تجهلين رأي أبيك يا رباب؟ تنظرين إلي هكذا وكأنك تجهلين كم أشتاق إلى أن تكوني يا بنيتي. لا أظنك يا سيدي تشتاق زفافي إلى قيس. قيس؟ نعم يا سيدي، وهذا ما أتيت أطلبه، وأعرف أنه ليس من المستحب أن تطلب ابنة من أبيها مثلما أطلب. خطبك قيس منذ سنوات؟
من يوم أن خرج ليثأر لأبي وأمي. نعم، كان علي أن أعقلها من يومها. أرجو أن أعرف رأيك يا سيدي. تعرفين رأيي في مطلبك أم في انتقامك؟ انتقامي؟ لما يا أمير المسلمين؟ لما تسميه انتقاما؟ ماذا تسمينه إذن؟ أقول لك اطلبي ما يعوضك عن إهانتك فتأتي إلي منتقمة كعادتك، أليس هذا انتقاما يا رباب؟ بل وفاء، وفاء يا سيدي. إن كان وفاء لكنا أولى به. لم أعدكم لأفي يا أمير المسلمين. وهل وعدته بالزواج يا بنيتي؟ يشهد الله أنني لم أحاول أن أعد غيره. كل هذه السنوات يا رباب؟ هذه السنوات قضاها قيس في السجن، كابد فيها العذاب والهوان، وما زال يكابد إلى لحظتي هذه. عد متاعه وهو الآن يستعد للرحيل بعد أن عجز عن مفاتحتك. لما؟ قال كلمة واحدة، لا يريد أن يصل إلى هذه الدرجة من القسوة. أجل، هذه الدرجة التي وصلت إليها الآن يا بنيتي. بل القسوة أن أضيع ما بقي منه وأضيع عهدي. أتحبينه يا رباب؟ لا متسع في هذا الزمن لما قلت يا أبي، علينا أن نطأ كل ما نهوى حتى نصل إلى غايات لا تتحقق أبدا. أظنك الآن ستأمر لنا بالرحيل. لن ترحلي، بل يجب ألا ترحلي. لا أظنك تجبرني على البقاء. لا. نعم، سأجبرك على البقاء لسبب واحد يا رباب، لتنفيذ أمر من أمور الله يا ابنة البصري. أي أمر؟ إن لم يكن بإرادتك فرغم أنفك ورغم أنف الأمير ستتزوجينه يا بنيتي. عزيز، عبد العزيز، ماذا حدث يا ولدي؟ لا شيء، لا شيء يا أبي. ولدي، ولدي، ولدي عبد العزيز، ما بك، ما بك يا ولدي؟ احمل معي يا رجل لنضعه على الفراش. أريحه ولو مرة واحدة يا أبا عبد الرحمن، مرة واحدة طوال حياته. هل أنت متعب يا موسى الأصغر؟ هل هو متعب؟ ماذا بقي لتدري أنه متعب يا رجل؟ لا، لست متعب يا أبي. إذا كنت متعبا فاستمع لأبيك يا ولدي. أبقي ما يسمعه؟ اصمتي يا أم عبد الله. أنا منصت لأبي فليسمعني. سأقول لك حكاية يا ولدي. ما بقي لجراحاتنا ما يطيبها إلا الحكايات. لن يداوي جراحنا هذه إلا الحكايات يا أم عبد الله، لن يداويها إلا ما يمكث بداخلنا، أما الزبد فيذهب جفاء. أفهمت يا موسى الأصغر؟ ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ كنت في دمشق يا ولدي، تعرف جدك، تذكره؟ كان رئيس حرس الأمير معاوية.
طيبتني أمي، جدتك، لم ترها أنت يا عبد العزيز، ضمختني بأطيب الطيب. كان يوم عرسي، خطبتي لفتاة كنت وإياها قد تواعدنا على الزواج. كانت فتاتي مثل فتاتك في كل شيء، كانت صورة منها. سأقول لك في النهاية من كانت فتاتي تلك. إياك أن تصر يا ولدي على معرفتها أمام أمك. أنا لا أكرهك يا أبي لو أفكر في هذا. وماذا بعد يا أبي؟ انتظرت أبي طويلا يومها يا ولدي، لنذهب إلى دار عروسي ليخطبها لي. أتعرف ماذا حدث يومها؟ خالف جدك معاوية وزج به في السجن. ذهبت إلى أبي السجين بملابس عرسي ورائحة زهري وعطوري. لا تعرف كم تألم أبي يومها. لو نظرت إلى وجه أبيك الآن يا ولدي وأحسست هذا الألم الذي ينوء به وجهه، لا أدركت كم كان جدك يتألم. أبي، انتظر لتسمع حكاية أبيك يا بني لتدرك كم تألم أبوه. هل تعرف ماذا قال لي أبي يومها؟ طيبي ولدك بيدك يا أم عبد الله، فما زال أبوه يطيبه بقلبه. أطيبه بقلبي ويدي يا أبا عبد الرحمن. ماذا قال لك أبوك يا أبي؟ قال لي إنه كان يأمل أن يحملني على كتفه ليذهب بي إلى دار فتاتي، ثم يعود حاملا عروسي على كتف وأنا على الكتف الآخر، حتى أجنبك عثرات الطريق يا عبد العزيز، أجنبك عثرات الطريق يا ولدي. أبي، ثم اعتذر. أجل، اعتذر لولده لأنه لا يستطيع أن يخالف ربه ودينه. لم أزد أن قلت والله يا أبي، ما دمت قد أرضيت الله فقد رضيت. والله يا أبي، ما دمت قد أرضيت الله فقد رضيت. قال جدك بعدها: أرضيت الله ورضي ولدي وغضب الأمير، فوالله ما خسرت. تريد أن تعرف عروس أبيك التي لم يكتب له أن تكون أم ولده؟ ولن أقول لأم. هل تعرف لماذا قلت لك إنها كانت تشبه ربابة تماما؟ لأنها أمها يا عبد العزيز. هل فهمت الآن أيضا لما أسميك موسى الأصغر؟